السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بروجرامينج وزارة كودينج تكنولوجي أو بي دبليو سي تي أو البرمجة بدون كود. دي طريقة سهلة جدا ولذيذة وفيها مزايا حلوة أوي، إن دي برمجة أوبن سورس وفيجوال بروجرامينج، والمبرمج محمود فايد عربي مسلم وراجل متفاعل جدا وفاهم شكل بيحلها معانا. كل اللي عليك إن أنت هتقول له داونلود وتبدأ تسطب البرنامج. واجهة البرنامج سهلة جدا بالشكل دوت، تقدر تقول له انا عايز اغير طريقة الالوان، ممكن تخليها بالشكل دوت ديفولت او ممكن تخليها بلاك اند وايت او سيمبل كلر زي ما انت عايز. طيب دلوقتي مثلا ده برنامج هنشوف بيعمل ايه ونعمله في ثواني. بتقول شغل البرنامج، هو عبارة عن نافذة بالشكل دوت وفي تكست وفي كلوز ويندو، لما تدوس عليه بيقفل لك الويندوز. لكن البرنامج بيعمل حاجات كتيره جدا ويقدر يبرمج اي حاجه انت هتفكر فيها. طيب خليني اقول له نيو واقول له ان انا عايز اعمل برنامج جديد. اول حاجه كونسول ابلكيشن، ده لو انت بتشتغل على الدوس وسكود، او جي او اي اللي هو النوافذ. انا اختار جي او اي وزود كودينج، يعني انت ممكن تبرمج بكود او من غير كود. انا اقول له من غير كود. دلوقتي اقول له اعمل لي البرنامج. خلينا نعمل فولدر ونسميه مثلا create folder واسميه test 1 وهنسميه test create. طيب دلوقتي هاجي هنا واقول له interact. دي بقى فكره ان انت مش هتكتب كود، بس هتقول له اعمل لي مثلا ويندوز وتقول له define new window. دلوقتي ده الديفاين نيو ويندو، ده التوب والويتس والليفت والهاي زي ما انت عايز، اللي هي المقاس بتاع الويندوز، وده الاسم لو انت برمج تستدعيه، وهسميه مثلا هلو وورلد. وتقدر تديله اللون اللي انت عايزه، رايت كليك هنا وتقول له كلر، وهنقول له مثلا اللون دوت. تمام، وتقدر تخلي ده المين، يعني دي الشاشه الرئيسيه. اوكي اتعمل بالشكل ده. طيب هقول له بقى افنت. افنت يعني ايه؟ يعني حدث معين، يعني لما حد مثلا يدوس كليك يبدا ينفذ الامر ده. اختار كول بروسيدر وابدا اعرف البروسيدر. خلينا مثلا نعرف ان دي ريد ويندو. انا مش برمج، انا بس بكتب اسم النافذ واقول له اوكي، فبيبدا يقول لي اه خلاص انا اول ما تدوس هبدا اعمل لك اللي هو اللي انت مسميها ريد. طيب اقول له ماشي، واقول له بقى ساعتها عرف لي نافذه جديده. لكن النافذه الجديده دي هخليها تشيلد، يعني حاجه فرعيه من المين. المين دي لو اتقفلت بتقفل البرنامج كله، فما ينفعش يبقى اكتر من نافذه راسيه، واسميها لو 2. تمام، وهقول له مثلا الباك كلر هنا تقدر تختار اي حاجه، ممكن نخليها مثلا سوري هنخلي ده اللون الاحمر. اوكي طيب لو قلت له شغل هو اوتوماتيك بيعمل لك البرنامج اهوت ده اللون، ولما دوست جواه راح فتح لي النافذه الحمراء. لو قفلت ده يقفل لي كل النوافذ. طيب كان ايه اللي موجود هناك ومش موجود هنا دلوقتي؟ خلينا نقول له فروم ديزاينر اهوت، هقول له ضيف لي كنترول ليبل، سميه الاسم اللي انت عايزه هاي. اوكي بقى موجود اهوت، وتقدر تغير اللون بتاعه والباك جراوند والفونت وكل حاجه. وخلينا نزود بوتوم ونسميه اكس. اوكي تقدر تسحب هوت، وده تقدر تسحب. طيب الاكس دوت دي المواصفات بتاعته. طيب خلينا نقول له كلوز ونروح بقى على الماوس البوتوم. ده الليبل وده البوتوم اهوت، واقول له البوتوم دوت لما بوتوم ايفنت لما حد يعمل عليه كليك اعمل لي مسج.
طيب نشغل. قبل النافذة أولانية دوس عليها، قبل النافذة اهي ده التكست الموجود وده الاكس، ادوس عليه يبدأ يجيب لي المسج اللي اسمها اوكي. زي ما شفت احنا مكتبناش ولا شفر كود ولا اي حاجة خالص، كل اللي احنا عملناه ان احنا فكرنا تفكير منطقي، بدأنا نعرف نافذة، بدأنا نعرف الزرار، بدأنا نعرف لما ندوس عليه هيحصل ايه، الايفنت بتاعه ايه، البروبرتيز بتاعتها ايه، الكنترول بتاعتها، كلها حاجات سهلة وبسيطة وتقدر تعمل برامج قوية.